وبين الغضون والفجور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد من أجل الربوبية بالقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بالقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فتجلي الربوبية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم قبل ما وضعته فيه من إصراره واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا نسلم بها من مآرب الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا واحد فلا يتعدد يا من تجليت في المظاهر فأينما تولوا فتم وجه الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين وصليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان بتجليات واحدية صلاة نعرفك بها في كل شؤوننا ونراك بها أينما توليت فلا نجهلك في شيء ولا ننشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد. اللهم يا أحد فلا يتجزأ يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزه وظهر بواحديته في صور تجلياته صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت صلاة لا تحجبنا بمظاهر روحانيتك عن سر أحديتك فلا نعتمد إلا عليك ولا نستعين إلا بك ولا نعبد شيئا سواك مهما تعددت وتغشتنا أنوار تجليات وحدانيتك فلا كثرة تحجبنا عن أحديتك ولا وحدة تحجبنا عن وحدانيتك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 1300 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. ونبدأ اليوم في قسم الأخلاق. وقسم الأخلاق من أهم أقسام هذا الباب الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدحه الله مدحه بأخلاقه وإن كان كل صفاته مدحوه فدل على أن الأخلاق هي ذروة سنام الإسلام
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ولم يقل أكثركم صلاة، ولا أكثركم حفظا للقرآن، ولا أكثركم حجا أو تصدقا أو بناء للمساجد أو جهادا في سبيل الله، لم يقل ذلك، بل قال أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فلا بد أن نهتم بهذا القسم لنتحقق به ونتخلق به إن أردنا القرب من جناب هذا الرسول المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا ترك. فقسم الأخلاق 10 أبواب، وهو الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق والإيثار والخلق والتواضع والفتوة والانبساط. وعلى عادة المصنف يبدأ باب ويتكلم عليه، واليوم نتكلم على الباب الأول، باب الصبر. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الآية موجودة في آخر سورة النحل. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. قرأت ابن كثير المكي: ولا تكو في ضيق مما يمكرون. خد بالك إن آخر سورة النحل بعدها الآية على طول إيه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق أو ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكأن الطريق إلى التقوى والإحسان هو الصبر، فإذا نجحت فسبحان الذي أسرى بعبده إليه. يأتي بعدها على طول التفتيت، خد بالك، لأن ده ترقي بعد ترقي. يبقى تصبر ولا تحزن على ما أصابك، وتتقي الله لأن الله مع المحسنين، فتصير بهذه الحالة محسن. فإذا كنت من المحسنين أسرى الله بك وعرج بك. فهمت بقى بالترتيب كده وانت ماشي من النحل بعدها الإسراء، عشان تشوف تناسق سور القرآن لها ترتيب ومعنى. فالصبر بداية، خد بالك انها بداية، والعجيب انه بداية ونهاية، لان كل الابواب كالدائرة، فأي نقطة في الدائرة تصلح ان تكون بدايتها وتصلح ان تكون نهايتها. فاهم؟ ولكن الصبر عند المبتدي غير الصبر عند المنتهي. فالصبر عند المبتدي يكون لله، والصبر عند المنتهي يكون في الله. ويمر الصبر بعد لله فيكون الصبر بالله. ويبقى واصبر وما صبرك إلا بالله، ده مقام متوسط. يبقى واحد يصبر لله، واحد يصبر بالله، واحد يصبر في الله. فهمت بقى مقامات. وكأن الله قال: إن لم تستطع بالنهاية فابدأ بالمتوسط. فالمتوسط لابد أن تكون مررت بالأول ويكون مؤهلا لك للآخر. وعلشان كده جاب لك الآية: واصبر وما صبرك إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الصبر عند الصدمة الأولى. مش كده برضه الحديث المشهور لما راح في القبور، النبي كان يزور القبور، فوجد امرأة عند قبر ابنها الذي مات تبكي وتولي. من هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور للنساء جائزة، لأن النبي رأى امرأة عند قبر ابنها بعدما دفن تولول على قبره، فلم ينهها عن الزيارة بل نهاها عن الولولة، فدل على أن زيارة القبور للنساء جائزة. أول حاجة كده عشان تفهم الحديث. والنبي قال لها: يا أمة الله اصبري. وكان يكلمها من خلفها، فكانت لا تعرفه، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ف
فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله جاء أحد الحاضرين قال لها كيف تقولين ذلك لرسول الله؟ بس الست بهتت، المرأة بهتت، هذا رسول الله كيف أجيب بهذا؟ فجريت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تتأسف وقالت يا رسول الله لا أعرفك، أصبر أصبر يا رسول الله. فقال لها النبي الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الحديث ده كان ليه قصة. أنت عشان تعرف الصبر تقسمه إزاي، الصبر يكون بالكف ويكون بالفعل ويكون بالرضا. دي التقسيمة اليسرية للصبر اللي انت جدها في الكتاب. فهمت ازاي؟ التقسيمة للعبد الفقير الى الله، الصبر يكون بالكف اي عن المحرمات، وبالفعل اي للطاعات، والصبر ايضا بالرضا على قدر الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى انت مأمور ان تصبر في الشرع فتكف عن الذي امرك ان تكف عنه من المحرمات، وان تفعل الطاعات على الوجه الذي امرك به، وفي اثناء ذلك يقدر عليك امور قدر الله بقى حلوه ومره. فموقفك ايه من القدر؟ ان تصبر ايضا على قدر الله بالرضا وعدم الشر. يبقى الصبر لو قسمته تقسمه على ايه؟ ممكن نقسمه قسمين، قسم على الشرع وقسم على القدر، والشرع فيه الكف والامر مش كده برضو؟ وممكن نقسمه ثلاثه. لا مشح بقى في التقسيم، المهم تفهم، وبعد ما تفهم المهم تعمل. فهمت؟ يبقى انت مامور ان تتقي المحارم فتكن اعبد الناس، او كفه النبي يقول لك ايه؟ اتقي المحارم تكن اعبد الناس. الناس متصورة أن أعبد الناس أكثرهم صلاة، بالفعل يعني متصورة أن العبادة بالفعل. فهمت؟ الناس العادية العوام، لكن شوف النبي يقول لك إيه؟ لا، ده العبادة الحقيقية بالكف. اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني ما تأذيش الناس. فهمت؟ ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ولا تطمع في الناس. فهمت؟ ولا تتذلل للناس، ولا تخاف الناس، ولكن خاف على الناس. فهمت بقى ازاي؟ فتتقي المحارم يعني اتقي اعراض الناس، فلا تذكرهم بغيبه ولا بنميمه، واتقي اموال الناس فلا تمد يدك الى ما لا يحل لك مش كده برضه؟ واتقي اقدار الناس فلا تعيب على الفقير ولا تتملق للغني. فهمت بقى؟ لان كله بيد الله. يبقى اتقي المحارم تكن اعبد الناس. شفت بقى؟ يبقى هو عشان تبقى اعبد الناس لازم تصبر على تقوى الله، وتقوى الله اساسها الكف عن المحارم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عندنا في صبر على الكف، يعني أكف وأستمر على ذلك، مش أكف شهر ولا سنة من عمري وبعد كده أرجع تاني، ما ينفعش، يبقى مش صابر. فالصبر فيه الدوام، الصبر فيه المداومة. وأحب الأعمال عند الله إيه؟ أدومها وإن قل. يبقى في الصبر بالكف تقي المحارم تكون أعبد الناس، وفي الصبر على العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. يبقى أمرك أيضا أن تداوم على العبادة حتى يأتيك الموت. يبقى أمرك بالكف وبالعمل مش كده برضو؟ وفي أثناء ذلك يختبرك بالقدر فيغنيك أحيانا ويفقرك أحيانا، يعافيك أحيانا ويمررك أحيانا، يؤمنك أحيانا ويخيفك أحيانا مش كده برضو؟ ويؤنسك احيانا ويستوحشك احيانا، ويشوف احوالك في كل هذا. هل انت عرفت الله في كل شيء ام جهلته في امور وعرفته في امور؟ هناك من يعرف الله الجميل ولا يعرف الله الجليل، يعرفه بالجمال بس
طول ما بيعطيه يبقى عبد لله ذليل ما شاء الله، اول ما يمنع عنه عطاؤه ينكا ايه؟ ينقلب على عقبه. ده اسمه عبد النعمه مش عبد المنعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به. يبقى ده بيعبد الله المنعم بقى، وبيعبد الله المعطي، وبيعبد الله الباسط، لكن ما يعرفش الله الخافض، ما يعرفش الله المانع، ما يعرفش الله الخافض، ما يعرفش الله الدار. والله جليل وجميل، فلا بد ان يتعرف عليك بالجلال ويتعرف عليك بالجمال. فعليك ان تستمر في معرفته في كل الامور، فلا تعرفه من وجه وتنكره في وجه. فهمت بقى ازاي؟ فان انكرته في بعض الوجوه تبقى لم تصبر على معرفه الله. وربنا بيتعرف عليك بهذه الوجوه ازاي؟ بقدرك يا اخي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر مين؟ الصابرين. يبقى لابد مع القدر ان تصبر، ولابد في الطاعه ان تصبر، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ولابد في الكف ان تصبر، اتق المحارم تكن اعبد الناس. ووقت الصبر ايه؟ عند الصدمه الاولى كما بينه وقته. يبقى الصبر له وقت، والصبر ايضا له حد وله دافع. فهمت بقى؟ وقت الصبر حدده النبي عند الصدمه الاولى، يعني اذا كان في الفعل يبقى الصلاه لوقتها، ده صبر. اول ما تسمع الاذان تقوم على طول تصلي. فهمت؟ لان الصدمه الاولى بالنسبه للفعل ايه؟ هو وقت فرض الفعل، ووقت فرض الصلاه اول ما ياذن المؤذن تنصرف اليه. يبقى ايه دي بالنسبه لك؟ الصدمه الاولى الاذان عند الفعل، كما ان تكون الصدمه الاولى عند المصيبه. يبقى اول ما يجي لك التكاليف الشرعيه عليك الا تسوف. عشان كده ربك يقول لك ايه؟ سارعوا الى مغفره، سابقوا الى مغفره، لان ده وقت الصبر. عشان تكون صابر ما ينفعش بعد كده تقوم بتكاسل وتصلي في اخر الوقت، ده انت ما كانش عند الصدمه الاولى. فهمت ازاي؟ وما ينفعش بعد ما تفقد حبيب وتولول، او تفقد شيء محبوب عليك وتولول عليه سنه، وبعدين في الاخر ايه؟ تعتاد المساله. فلما تعتادها تقول خلاص اصبر بقى، زي ما الست قالت للنبي اصبر يا رسول الله، قام قال لها ايه؟ لا ده كان زمان، فات وقته. ده الصبر عند الصدمه الاولى. طب والصبر بعد الصدمه الاولى؟ له ثوابه، لكن ليس كثواب الصبر عند الصدمه الاولى. لان الصبر له ثواب في كل حال، خد بالك. فهمت؟ زي الصلاه، ممكن تصليها قضاء، ما هو احسن ما تتركها خالص. لكن بتصليها قضاء، لكن افضل الصلاه ايه؟ الصلاه لوقتها. يبقى عند اول وقت. لما تشوف امراه معديه يبقى الصبر انك انت ايه؟ لا تنظر اليها بمجرد انك انت شعرت انها عبد. ولو نظرت اليها وبحلقت مره واثنين وثلاثه وفي الاخر قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وايه؟ اغضيت طرفك. يبقى ما صبرتش عند الصدمه الاولى. يبقى فات الوقت. يبقى انت كده غضيت طرفك قضاء وليس اداء. زي اللي بيصلي قضاء وليس اداء. زي اللي يجي شهر رمضان يقول انا ايه؟ شهر رمضان السنه دي جاي في الصيف، انا هصومه في الشتاء عشان اليوم في الشتاء يبقى قصير. ما هو لا شك ان لو عمل كده احسن من اللي ما صامش خالص، لكن لا شك ان برضه انه صيامه قضاء. والنبي بيقول من فاته يوم من شهر رمضان لم يصمه لا يعوضه صيام الدهر وان صام. شوف قد ايه؟ يبقى الصبر الحقيقي انك انت تفعل المامور وتكف عن النهي وترضى بالقضاء بمجرد حدوث الامر او حدوث النهي او حدوث القضاء. اول ما يحصل هو ده بقى ايه؟ الصبر الممدوح اللي عليه الثواب الكبير قوي، اللي ربنا قال عليه انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ غير حساب. انما واحد باعت فلوسه، اتسرقت، اتحرقت تجارته، وبعدين قعد يولول ودخل العنايه المركزه مسكين وجات له جلطه من الحزن على الدنيا اللي قال ماليه قلبه،
وبعدين بعد كده لما خف قال معلش الحمد لله بقى هنعمل ايه؟ اه ربنا قدر. برضه كويسه الحمد لله طالعه كويسه منه، لكنها زي اللي صلى قضى مش هيشكر، لكن قد تجنبه العذاب لكن لا يشكر عليه. فهمت ازاي؟ عارف انت الموظف اللي يجي متاخر عن ميعاده ويعمل عمله لا يشكر، صح ولا لا؟ يعني انت ميعادك في الوظيفه بتاعتك تيجي الساعه 8 الصبح وتمشي مثلا الساعه 12 ولا 1 حسب نظام العمل بتاعك، فانت بتيجي الساعه 11 وتعمل المطلوب منك كله وتخلصه الساعه 1 وتمشي مع الناس، بس جيت الساعه 11 هيشكرك صاحب العمل؟ مش هيشكرك صاحب العمل. في حين ان اللي يجي في ميعاده ويحاول يعمل الشغل وما يخلصوش يعذره صاحب العمل لانه جه في ميعاده. فانت لو صليت الصلاه في اولها وكانت الخشوع فيها قليل ربنا يعذرك. شوف قد ايه، لانك قمت باولها، لانك قمت بالعباده في اول وقتها. وكذلك قيس بقى على كل حال. عشان كده ربنا قال ايه؟ سارعوا سابقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بادروا بالاعمال. بادروا بالاعمال. ليه؟ عشان لما ربنا يلاقيك مبادر يقوم ايه؟ يشفق على نقصك. لان انت اصلا مهما بادرت فانت النقص معجون فيه. لانك عبد والعبد لا يخرج منه كمال اصلا. فهمت؟ لان العبد عاجز والعبد جاهل. مش كده برضه؟ والعبد متسرع والعبد غير صبور عجول وهلوع. مش كده برضه؟ فلما تيجي انت بكل عيوبك دي كلها تقاومها وتسارع يوم ربنا يعذرك فيستر عيوبك يكملك. فهمت بقى؟ لكن لما تستسلم لعيوبك وفين؟ لا يقومون الى الصلاه الا وهم كسالى. فهمت ازاي؟ عيب. في حين لو قمت نشيط وصليت الصلاه وانت سرحان فيها احسن ما تقول لا اصل انا لو صليت في اول الوقت انا دلوقتي تعبان وانام لي ساعتين كده عشان ابقى مع الله. لا يا سيدي، انت هتبقى مع الله بنفسك، انا عايزك تبقى مع الله بالله. فهمت؟ انت اعبد الله في اول الوقت ولو تعبان شويه احسن ما تعبد الله في غير الوقت. شوف كلام النبي الصدمه عند الصدمه الاولى ده مهم ازاي. يعني لازم كل حاجه في وقتها. افرض انت ابوك نادالك وكان في ازمه قال لك يا ابني تعالى الحقني، فانت سامع بس كان في ايدك ايه؟ حاجه مهمه بتعملها، فتقول بس اما اخلص الموضوع ده، اما اخلص الحكايه دي، طب بس اما اتوضى لان انا ما صليتش، طب مش عارف. وبعدين جيت له بعدها بساعه قلت له ايوه يابا، هيقول لك ايه؟ يقول لك اتلهي يا مجرم، صح ولا لا؟ جاي لي بعد ساعه تجاوب؟ انا كنت عايزك من ساعه، الوقت مش عايزك. يمكن كان ساعتها في ازمه عايزك تسنده الهموم، عنده الم شديد عايزك تناوله حاجه تهداه، وانت بقى تروح تجاوب وقت ما تحب. لا، جاوب وقت ما يناديلك مش وقت ما تحب. يبقى وقت ما ربك يناديلك تجاوب، مش وقت ما تحب يا استاذ. فهمت بقى؟ فالصبر كده، ادي معنى كلام النبي الصبر عند الصدمه الاولى. حديث عجيب، حديث عجيب. فات وقته يا مسكين، وان كنت برضه هتاخدي اجر، بس اجر ايه؟ اجر بسيط، والنبي عايزك تاخد اعلى اجر. فهمت بقى؟ فيبقى كذلك كل اعمالك لازم تكون مبادر نشيط سريع، تقاوم ضعفك، تقاوم كسلك، تقاوم عجزك. فهمت بقى ازاي؟ فاذا قاومت ربنا اداك ثواب المجاهده فوق ثواب العمل. يقوم ثواب المجاهده مع العمل اللي ناقص بس في وقته يغطي نقص العمل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقبله وهو ناقص. شفت قد ايه؟ لانك مبادر. فدي نقطة مهمة. فشوف بقى كلام الشيخ هنا. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. الباء هنا باء الاستعانة. مش كده برضه؟ باء الاستمداد. يعني بقوة الله
وبفضل الله وبتوفيق الله وبعناية الله وبرعاية الله وبخلق الله. فهمت ازاي؟ شوف الباء دي فيها كم معنى؟ يعني مش بنفسك، لأنك أنت لو صبرت بنفسك أنت لا تملك شيء، فلازم تصبر بقوة الله وبحول الله. فهمت ازاي؟ وبتوفيق الله وبعناية الله وبرعاية الله. وعلشان كده تجد نفسك وانت صابر مش صابر. يعني ايه وانت صابر مش صابر؟ يعني وانت صابر صابر بالله مش بنفسك. فهمت ازاي؟ يعني وانت صابر صابر بالله ولست صابرا بنفسك، وده توفيق الله. انما لما تقول انا صابر يا رب، انا نسبت الصبر لنفسك، انت بتقول انا، مين انا ده؟ ده اللي قال انا مع الله ابليس، مش كده برضو؟ قال انا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. انا مين اللي يقول انا؟ هو رب، هو الموجود بحق، وانت به. شوف النبي كان يقول ايه؟ انا بك واليك. شوف كلام النبي قوي ازاي، انا بك واليك. فانت بالله ولست مع الله، الله معك لكن انت بالله، الله ليس معه شيء، المعيه صفه الله. فهمت ازاي؟ والاستعانه صفه المخلوق، فالباء باء الاستعانه، ده صفه المخلوق. وعلشان كده اللي ما فهمش هذا المعنى افتكر انه هو مع الله، فلما لاحظ ان الاكوان مع الله فجعل الله في جانب والاكوان في جانب، فجعل الله في جهه. فهمت بقى المشكله؟ لكن الحقيقه ان الاكوان بالله، والله ليس معه شيء، كل ما سوى الله به. فاذا حققته لن تجده شيئا، فوجدت الله، وده معنى فاينما تولوا فثم وجه الله. لان اذا حققت كل المظاهر لا تجد فيها الا الظاهر. فهمت بقى المساله؟ فلا تغرنك تعدد المظاهر فالظاهر واحد. فهمت بقى المساله؟ فعلشان كده عايزين ايه؟ نفهم كلام واصبر وما صبرك الا بالله وانا بك واليك. شوف النبي يقول كده، انا بك واليك. قال له كده، بك احيا وبك اموت. مش النبي قال كده في دعاء النوم؟ في دعاء النوم، بك احيا وبك اموت، يعني انت به. فهمت بقى؟ وسبحانه بذاته، فانت فقير وهو مستغني. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده كان الله لم يكن شيئا معه وهو الان علم عليك، ما بقاش معاه حاجة تاني، ده هو كما هي، الأمور كما هي، لأن كل ما ظهر في الأكوان ظهر به، فالله ليس معه شيء، لأنه كل شيء به لا معه. والشيء قد يكون جسم، وقد يكون عرض، وقد يكون جوهر، والصبر عرض. يبقى به. والجسم انت جسمك به، مش كده برضه؟ والجوهر اللي هو اصل الخلقه به، فانت كلك به، اعراضك وجواهرك واعضائك كلك به. فهمت بقى؟ وعشان كده لما تكون بيه وتيجي تقابله تقول له اصل انا صابر يا رب، انت ايه؟ نسبت لنفسك شيئا لا تملكه. طيب؟ وان كان ربنا رحمته واسعه بيقبلها من العوام. بيقبلها من العوام. مش كده برضه؟ لكن ما يقبلهاش من ايه؟ من اهل المعرفه. اهل المعرفه يعرف ان المنه لله. شوف ربنا بيقول في القرآن ايه؟ إن القوة لله جميعا. مش كده برضه؟ إن القوة لله جميعا، يعني أنت ما عندكش قوة. عشان كده النبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، جنة المعرفة.
ادي بقى جنة المعارف، كنز من كنوز جنة المعارف، انك تعرف ان كله به. فهمت بقى يا استاذ؟ قال الله تعالى: واصبر وما صبرك الا بالله. الصبر عايز يعرفه لك بقى حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى، وكانه بيتكلم على الصبر على الاقدار. فهمت؟ حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. الجزع يعني ايه؟ الجزع هو فقد الصبر. يعني ما تقول الصبر ايه اللي يقابلها ناقضها؟ الجزع. فهمت؟ نفسك هلوع جزوع، ان الانسان خلق هلوع، اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. فلو سبت نفسك لنفسك هتبقى جزوع منوع ايه؟ متعدد. لا، يبقى انت علشان كده بيقول لك ايه؟ تحبس نفسك عن كوامن خصائصه. فهمت ازاي؟ لتتحلى بكوامل الربوبيه. يبقى هو ده الصبر، انك انت ما تظهرش ضعف نفسك. اتقوى بالله. لكن اول ما تبين الجزع يبقى انت ظهرت على حقيقتك. فهمت ازاي؟ وربك مش عايزك تظهر على حقيقتك عشان حقيقتك تعرف وتكسب. ده ان قال لك كده حقيقتك كده، جزوع وهلوع ومنوع وقطور وعجول. ايه ده؟ ده حاجات يعني، وجهول وظلوم. مش دي صفات الانسان في القران؟ كل صفه منها يعني تتأفف انك انت توصل بها، صح ولا لا؟ وعشان كده اذا الصبر ايه بقى؟ انك انت تحبس نفسك عن ظهور صفات النقص فيها، بانك انت تستعين بالله. يقوم لما تستعين بالله يسترك، فتستعين بالله في الضعف يقويك، تستعين بالله في الجهل يعلمك، تستعين بالله في الفقر يغنيك. فهمت ازاي؟ تستعين بالله في العجز يقدرك. لكن لو نظرت لنفسك هتلاقي نفسك في الاخر انت جاهل وظالم ومجرم وقليل الادب كمان. اه والله قليل الادب. ليه قليل الادب؟ لانك بترسم لنفسك كل كمان، وانت لا تملك الا النقائص. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ظلوم جهول، ظلوم وجهول. فبيقول لك الصبر حبس النفس على جزع كامن، كامن في النفس، لأن النفس مخلوقة على هذه الحالة. لأن ربنا خلقك على نقص حتى تعرف فيه الكمال. فهمت بقى ازاي؟ لأن الأمور بتعرف بإيه؟ بنقيضها. لما خلق عبد، لما خلقك عبد عشان تعرف إن ليك رب. فهمت بقى ازاي؟ فالامور تتعرف بنقيضها، فربنا خلقك على نقيض الكمال لتعرف كماله، فتستعين به ليكملك. فهمت بقى ازاي؟ اعرف ربك بالعجز يقدرك، اعرف ربك بالجهل يعلمك. مش كده برضه؟ يبقى حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. الناس العوام يقول لك سيبنا فضفض يا اخي. فهمت ازاي؟ اه الشكوى. مع ان عارف ان الفضفضه دي مش هتغير الاقدار. طب بتتكلم ليه بقى؟ بتشتكي الرحيم لمن لا يرحم؟ يعني قاعد بتفضفض لمين؟ لانسان، وهذا الانسان لو ملك مقادير الناس لا يرحم. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. يبقى انت بتشتكي الرحيم لمن لا يرحم وتقول لي فضفض؟ فضفض ايه يا استاذ؟ ادي الشكوى. احنا نسميها بلغه المصريين ايه؟ فضفضه. مش كده برضه؟ يقول لك يا اخي اصل انا يعني مش مستحمل، عايز افضفض شويه. ويقعد بقى معاك يشتكي لك من همومه كلها، لا الوظيفه عجباه ولا الزوجه عجباه ولا العيال عاجبينه ولا العنوان اللي ساكن فيه عاجبه ولا العربيه اللي شاريها عاجباه ولا حتى هو عاجب نفسه ولا طايق نفسه ولا حتى عاجبه قدر الله في اللي محيطين بيه. ويقول لك ادي الحلق للي بلا ودان. الله. وبعدين في الاخر يقول لك افضفض. فضفض ايه بقى؟
الفترة دي ده انت لخبطت الدنيا، دينته بقى ازاي؟ فما يصح. يبقى اللي بيفضفض مش صبور. فاهم؟ لأن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه. شوف سيدنا يعقوب قال فصبر جميل، فحل بجمال الصبر الأول. وبعدين لما حب يفضفض فضفض لربه مش للمخلوق، قال إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. أنت بقى إزاي؟ أدي الجمال، يبقى قدام الخلق وأولاده الصبر جميل. وبعدين لما خلى مع ربه قال إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. شفت المعنى؟ يعني الشكوى إلى الله ليس جزع، لكن الشكوى للمخلوق هو الجزع. عايز تفضفض فضفض مع ربك، اتكلم مع الله. وربنا كريم واسع، يسع ويسع جهلك ويسع عجزك ويسع غفلتك. فهمت ازاي؟ انما هتروح لضيق تكلمه، مخلوق ضيق زيك. فهمت ازاي؟ انت ضيق، هو ربك الواسع سبحانه وتعالى يسع الخلائق، يسعهم بعلمي وحلمي وفضلي وكرمي. فهمت؟ يبقى حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. في رواية تانية، نسخة تانية للمنازل، حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى. دي رواية تانية للمنازل ومعناها صحيح بقى. حبس النفس على المكروه يعني ما تكرهه، وعقل اللسان عن الشكوى. تعقل لسانك يعني تعقده عن الشكوى. الشكوى المصريين يقول لك ايه الشكوى لغير الله ايه؟ بس قليل من يعمل بهذه الكلمه. كل المصريين حافظينها وكلهم يكملوها، لكن الشكوى تملي بتاعتهم لغير الله، مش كده برضه؟ يبقى المهم تتخلق بما تقول، والا تبقى كذاب. تقول الشكوى لغير الله مذله، وبعدين تقول سيبنا فضل. ليه كده؟ ليه كده ما يصح؟ وهو ايضا هو اللي على الصبر بقى، وهو ايضا من اصعب المنازل على العامه، لان العام عايز يفضفض، مش كده برضه؟ يبقى العوام عندهم مقام الصبر ده صعب قوي. تيجي تقول له مثلا الاذان بيأذن يلا نصلي، يقول لك يا اخي ده واجب موسع يا اخي كمان شويه. فهمت بقى ازاي؟ تيجي مصيبه تحصل له يولد، وبعد ما يولول ايه يبتدي يقول انا حصل صح لا اصبر، بس الصبر عند الصبر. فتملي يعمل اعماله قضاء، ما يعملهاش وقتها. العم كده كل اعماله يعملها وعباداته قضاء، متاخره. يعني في الاخر زي ما قلت لك ابوك هيقول لك ايه لما تجيله متاخر؟ هيقول لك اتلهي يا مجرم، مش هيشكرك، صح ولا لا؟ انت كمان لا تأتي الى الله متأخرا، وإلا ممكن مش هيعاقبك لكن على الأقل يلومك، ولو لامك يبقى مش هيرقيك. يكفيك عنده انه مش هيعاقبك لكن مش هيرقيك. فهمت؟ وانت عايز تترقى، مش كده برضه؟ فاللي بيسارع يترقى، واللي بيجي غير مسارعة يكف عنه العذاب لكن يمنعه من الترقية، لأنه مش مؤدب، مش كمال الأدب. يبقى العوام هيخشوا الجنة إن شاء الله برضه كويس، يبقوا مؤمنين طيبين بس غلبته نفسه، يقوم ربنا يعذره فما يرقهوش ويدخله الجنة، لكن جنة إيه؟ جنة الزخارف، شور العين وياكل ويشرب ويتجزر. لكن فين جنة المعارف؟ وجنة المعارف والمعاني اللذة فيها أقوى من اللذة الحسية. فهمت إزاي؟ المعنى لذته أقوى من الحس، لأن الحس لذته بتزول بعد لحظة، إنما المعرفة بتنمو في كل لحظة. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان كده اللي يسارع ربنا يمن عليه بإيه؟ بلذة المعارف والترقي. مش لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ يحبه. يبقى التقرب إلى الله يورث المحبة بالنوافل. طب والفرائض؟
ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. الفرائض تمنع العذاب. مش هتتعذب خلاص، اديت الفرائض مش هيعذب، لكن عملت النوافل واجتهدت يرقيك. يرقيك بقى، كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. وفي روايه كنته، كنته انت ازاي؟ اذا في روايه يقول لك يقول للشيء كن فيكون، يعني ربنا يجري ارادته على اراده العبد، فما تبقاش ارادتين، يبقى ارادتك هي اراده الله. حاجه غريبه، تبقى ارادتك هي اراده الله كده. ربنا يجري ارادته على قلبك فيصبح ما يريده انت تريد. شفت الترقي بقى؟ والتاني مسكين معزول، كل ما يريده الله منه يتباطأ وينفر ثم ينصاع متأخرا. فباستمرار عامل زي الدب الحرون. عارف الدب الحرون؟ كل ما تقول لها حا مش عايزه تحا، كل ما تقول لها يس مش عايزه تيس. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تضطر تلجمها وتشدها كده، تعملها بقسوه. فهمت ازاي؟ لكن في انسان تاني طيع مع الله بالاشاره كده يفهم. فهمت؟ فانت عايز تبقى دب حرون ولا تبقى طائع؟ اذا كنت عايز تبقى طائع يبقى اصبر، وما صبرك الا بالله. وتصبر يعني ايه؟ يعني تؤدي المطلوب منك في وقته بلا تسويف. بلا تسويف. يبقى اللي بيسوف مش صابر، لم يذق حلاوه الصبر. ومن لم يذق حلاوه الصبر لم يترقى في مراتب الاخلاق، لان هو اول خطوه في الاخلاق. ومن لم يترقى في مراتب الاخلاق يكون بعيدا في مقامه في الجنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ لان الجنه درجات كثيره قوي. كالفرق بين يعني بين الدرجه والدرجه كالفرق بين السماء والارض. شوف قد ايه. وعلى قدر مسارعتك لطاعة مولاك في الدنيا على قدر سرعتك على الصراط. فهمت بقى؟ وإن منكم إلا واردهم كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ده على ظهر جهنم وعليك لليل وطريق ضحض مازلة، يعني مدحضر ويزحلق، وتحتيه نار وعليك لليل وضلم، وانت عايز تعبره عشان تروح للجنة. يبقى انت المفروض تعبره بسرعة لانه موحش يخوف. على قدر مسارعتك للأعمال الصالحة في الدنيا ومسارعتك عن البعد عن المحارم، وعلى مسارعتك بالرضا بقضاء الله على قدر سرعتك على الصراط. فإن كنت سريع تبقى سريع، بطيء تبقى بطيء. طيب بترضى أحيانا وما ترضاش أحيانا، يبقى هتمشي شوية وتقع شوية. يبقى حالك مع أقدار الله ومع شرع الله في الدنيا هيحدد حالك على الصراط يوم القيامة. فهمت؟ وانت بقى بصير على نفسك وعندك عقل وميز. في ناس بقى من كتر مسارعتها للخير يقوموا ايه؟ يدخلوا يمشوا على الصراط كالبرق. النبي قايل كده، في من أمته من يسير على الصراط كالبرق، وفي منهم كالريح. يعني واحد يمشي بسرعة الضوء والتاني بسرعة الريح، سرعة الصوت. طب والصوت بالنسبة للضوء كأن بالظبط عربية كرو ماشية جنب طيارة. شوف الضوء قد إيه بالنسبة تفاوت السرعة يعني. الصوت يمشي ببطء قوي قوي، لكن الضوء سريع جدا. وعلشان كده زمان لما عملوا السينما الأول كنت تسمع تشوف الصورة سابقة الكلام، لأن سرعة الضوء أسرع، فتلاقي الكلام جاي متأخر شوية والصورة جاية لك أسرع. فهمت؟ لكن بعد كده بالتكنولوجيا بقى عرفوا ازاي ايه يحول الموجات الصوتية المنضغطة إلى موجات كهرومغناطيسية الكترومغناطيك ويف صوتية الضوئية، يحول الصوت إلى ضوء عشان يجري بنفس سرعة الصورة يقوم يطلع الكلام ماشي مع الصورة. ده تقدم التكنولوجي بقى تاني، غير طبيعة إيه الموجات الصوتية. فهمت بقى إزاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من الناس من أمتي من يسير على الصراط كالبرق سرعة الضوء وكالريح سرعة الصوت.
وكأجاويد الخيل. نوع تاني بقى زي الخيل اللي بيجري. وبعدين منهم من يسير كشد الرجال، زي واحد بيجري على رجليه. ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو. كل واحد انواع انواع انواع، كل دي انواع، وكل واحد على حسب دنياه كان في دنيته ايه. يسارع للخير يبقى سريع، يتباطأ في الخير يبقى بطيء. عشان كده النبي بيقول الصبر عند الصدمه الاولى. فهمت بقى؟ فراجع نفسك، كم مره جزعت منذ ان خلقك الله وسترك واعطاك فرصه مره واثنين وثلاثه وعشره، ولسه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قد ايه واسع، قد ايه حليم، قد ايه ودود، قد ايه كريم. فهمت؟ وعشان كده من ضمن انواع الصبر الحياء من انك انت تلقى الله بما فيك من نقائص، استحي. وعشان كده الرسول يقول الحياء خير كله. الحياء ايه؟ خير كله. والحياء شعبه من الايمان، لان حيائك من الله قد يمنعك من انك انت تستمر على النقائص. تقوم نفسك تلومك، تبدا مع نفسك تلومك وتكمل نفسك، يقوم ربنا يقسم بالنفس اللوامه. لان النفس اللوامه نفس تريد ان تتكمل. فهمت بقى ازاي؟ عرفت بقى ان الصبر من اصعب المنازل على العامه، واوحشها في طريق المحبه. ولو انت محب لله بقى، اوحش حاجه انك تكلم المحبوب وقت الانس على الامور التي كانت فيها ايه؟ فيها جفاء. يعني ذكر الجفاء عند المحبه جفاء، والصبر تملي يكون على المر. وعلشان كده من جاوز مقام الصبر ومر على الرضا ثم المحبه، عنده الصبر ده من انكر المقامات. ازاي اقول لربنا انا صبرت على بلائك؟ ده بلائك عندي كان احب الي من اختياري، لانه محب لك. عشان كده ايه بيقول لك ايه؟ واوحشها في طريق المحبه. المحبين ما يذكروش الجفا. فهمت ازاي؟ الجفا اللي هو ايه؟ اللي هو الجلال. يعني ربنا تعرف عليك بالجلال، حرمك من اشياء تحبها، واخذ منك اشياء كنت فرحان بيها، ومنعك من اشياء كنت تتمناها. يعني كان معك على خلاف ما تريد. ده جلال. اذا كنت من العوام اصبر وما تشتكيش. طب اذا كنت من اهل المحبه ما تحسش ان في حاجه، ما تحسش. ده هو كده اللي اختاره لك، ده هو عين اللي انت عايزه. يا سلام، فقر، نعم الفقر. هو فهمت ازاي؟ يعني اختار مرض، نعم المرض هو. اختار عافيه، نعم العافيه هي. فكل حاجه شايفها نعمه. يوم يجي في وقت الانس ما يفتكرش جفا، لانه محب. المصريين عبروا عنها بايه؟ يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. يعني طعمه حلو. وتملي الصبر، زي ما سالوا سيدنا ابو علي الدقاق اللي هو شيخ عبد الكريم القشيري صاحب الرساله القشيريه، شيخ اسمه ايه؟ علي الدقاق، ابو علي الدقاق. سالوه عن الصبر ما هو؟ قال هو كسمه، يعني مر. مش الصبر مر؟ يعني مر على النفس، صعب على النفس. لكن المحب ما يلاقوش مر. ادي معنى بقى ايه؟ ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، يعني حلو. فهمت بقى المساله؟ الامام الشبلي كان في ايه؟ في المستشفى، عنده مرض نفسي. من ساعات يجي له دور اكتئاب كده شديد وانقباض ويدخل المستشفى. عنده جسد يعني، رحمه الله. انا زرته في العراق، الامام الشبلي. وكان من رجال الرساله القشيريه معروف. فأصدقائه رايحين يزوروه في المستشفى، هو محبوس في المستشفى بيعاني مما يعاني منه.
فاول ما دخلوا عليه اصحابه راح جايب الزلط من على ارض المستشفى وقعد يضربهم بالزلط يضربهم كده. قاموا فروا منه جريوا هم جايين يزوروه. قال كذبتم لو كنتم تحبوني لصبرتم على بلائي. بيعلمهم حاجة تانية. هو بيعلمهم حاجة تانية. بيتكلم على لسان الربوبية. مش بيتكلم على لسان العبودية. بيتكلم على لسان الربوبية. لما ربك يقذفك بالأقدار إن كنت تحب تتلقاه بصبر رحب. لكن تهرب منها فأين تذهبون؟ فقام علمهم الحتة دي. فهمت بقى إزاي؟ لأن أحياناً الولي يتكلم على لسان الربوبية وما يتكلمش على لسان العبودية. وده يحل لك اشكال قول ابي اليزيد البسطامي سبحاني ما اعظم شانه. بيتكلم على لسان الربوبيه مش بيتكلم على نفسه. ده هو فنى عن نفسه. فهمت ازاي؟ فده يحل لك الاشكال ده ان احيانا الولي يتكلم على لسان الربوبيه ولا يتكلم بلسان العبوديه. ومنها مثالها ايه في كلام النبي الحديث القدسي. النبي يقول ايه؟ يا عبادي. ده النبي اللي بيقول كده يا عبادي. قال لك مش بيتكلم على لسان النبي. ده بيتكلم على لسان الربوبيه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كل الاحاديث القدسيه كلام على لسان الربوبيه. من مين؟ من عبد الله ورسوله. والاولياء والرسل النبي. وبالتالي لهم كلام على لسان الربوبيه يشبه الحديث القدسي عند النبي. فاهم؟ يقوم يحل لك اشكال تفهمه من كثير من كلام ايه؟ من كلام الاولياء. زي ما يقولك انا من اهوى ومن اهوى انا. بيتكلم على لسان الربوبيه يعني الله من اهوى ومن اهوى الله. لان اللي يقول انا هو الله. العبد ما يقولش انا. فبيقول انا من اهوى ومن اهوى انا. الله من اهوى ومن اهوى الله. شيل انا وحط الله تلاقي المعنى استقام. فهمت بقى ازاي؟ انما اللي مش فاهمين المعنى ده يقولك شوف ده بيعبد نفسه. ده مجرم. وهو ولي كبير. لان ايه؟ لانه فاهم ان الوالي بيتكلم في الكلام ده على لسان العبوديه فيبقى كلام خطا. لكن لو فهمته على كلام العبوديه الربوبيه ليه صح. لما سالوه اين الله؟ قال ما في الجبه الا الله. ويقصد بالجبه الاكوان مش جبه اللي لابسها. الاكوان ما هي الا حجاب احتجبت الربوبيه فيه. فهمت ازاي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. فبيتكلم على حجاب الأكوان. فقال ما في الجبة إلا الله. يعني بيقول فأينما تولوا فثم وجه الله. بس بيتكلم على لسان الربوبية. فقالوا عليه شوف. قال إن ربنا حل فيه وقتلوه. لأن ما فهموهوش. يبقى لازم تعرف إن الأولية لما بتتكلم أحيانا تتكلم بلسان الربوبية وأحيانا تتكلم بلسان العبودية. واضح؟ فخد بالك من الحكمة. وعشان كده بيقول لك وأوحشها في طريق المحبة. الصبر لا أوحش لأن الصبر ذكر الجفا. والصبر على الجفا. والمحب لا يشعر بالجفا. بل يتلذذ بالجفا. عارف انت مثلا ربنا ضرب لنا امثله في البشر اللي عشقوا غير الله عشان يبين لك العشق ان العاشق ده بيتلذذ بالجفاء كما يتلذذ بالوصال. فجاب لك مجنون ليلى. مجنون ليلى صعبت عليها ليلى صعب عليه مجنون ليلى راحت له قاعد في الصحراء قاعد كل ما يتكلم قاعد يتكلم في ليلى جعان ليلى شبعان ليلى بردان ليلى كل حاجه ليلى. فقالت له انا ليلى اهو. قال لها دعيني فاني ابحث عن ليلى. يعني هو بيتلذذ بالفقدان. بيتلذذ بالجفا. فهمت بقى ازاي؟ يعني حتى لما ليلى قربت له مش عايزها هو مبسوط ان هو محروم منها. بيتلذذ بالحرمان. فهمت بقى؟ علشان كده تفهم ان من ضمن مقامات المحبه ألا تشعر بالحرمان عند الحرمان بل تشعر بالوصال عند الحرمان. فهمت ازاي؟ يكفيك أن تشعر أنه هو الذي منعك. يا سلام ده فاكرني ومنعني. ده كويس إنه فاكرني. تقوم تفرح أوي إنه فاكرك. فاكرك وجعلك في ديوان الممنوعين.
طب مش احسن ما يجعلني في ديوان المجهولين؟ كفايه انه ذكرني. يوم يتلذذ بالذكر عن التجاهل. فهمت؟ معاني تستشعرها وتذوقها، وتذوقها يعني. ما تعرفش معناها من الكلام. احنا ممكن نقعد نتكلم كتير، لكن لو انت تعيشها تلاقي الكلام يضيق عنها. علشان كده المقامات دي كلما تكلمت فيها زدتها ابهاما. لكن لو عايز تعيشها عيشها بقى. تلاقي نفسك كل يوم تعبر عنها بطريقه شكل. علشان كده تملي المحبين يعمل ايه؟ ينفجر الشعر كده على لسانه، طول النهار قاعد يتكلم، طالع منه كده مش قادر يكتمه. لانه عايش الحب. واللي عايش الحب ده فهمت ازاي؟ يقدر يتكلم ويبوح باسرار انت ما تعرفش تقولها وانت مش محب. بل يمكن تلومه. ويمكن تعيب عليه كمان. لكن هو ما يهموش، يعيبه ما يعيبه. اليكم عني. فهمت بقى؟ عشان كده بيقول لك اوحشها في طريق المحبه وانكرها في طريق التوحيد. يا مقام التوحيد ده بقى هو مقام الفناء، لا يرى فاعل الا الله. فهمت ازاي؟ ده التوحيد، يعني لا ترى معه فاعل الا هو. والصبر ترى نفسك انك صبرت. فإذا كنت في مقام التوحيد يكون أنكر شيء أن تنسب لنفسك فعل شيء والفاعل واحد هو الله. فهمت بقى؟ ده مقام أعلى من المحبة. كل مقام في مقام أعلى منه. ده في مقام كمان فوق المحبة اسمه الشوق. وفي مقام في وسط الشوق اسمه الاشتياق. بين شوقي واشتياقي. شوقي يعني مشتاق لقياك وانت غائب عني، ده الشوق. والاشتياق خايف تغيب عني وانت قدامي. فهمت بقى المعنى؟ فده غير ده. يعني لا هو مستريح وهو محجوب عن حبيبه لانه مشتاق، ولا هو مستريح وهو مع حبيبه لانه خايف لا يغيب. فهمت بقى المعاني؟ وكل ده منشأه ايه؟ تطور من شجرة الحب اللي نشأت في القلب فخرجت منها أغصان الشوق والأنس والاشتياق. فهمت ازاي؟ ثم بعد ذلك الإنسان بعد ما يحتار من كثرة أغصان هذه الشجرة يجد في الآخر من الذي زرعها؟ هو الله. فلا ينظر للأغصان بل ينظر للذي أوجدها وهو الله، فيخش في مقام التوحيد فلا ينسب لنفسه شيئا. لا حب ولا شوق ولا اشتياق ولا حاجه بقى. يكون مع الله على ما يريد. يفقد ارادته الى اراده الله. وعشان كده انكرها في مقام التوحيد. فهمت بقى ازاي؟ لان في مقام التوحيد لا يوجد الا هو. انما في مقام الصبر في عبد وفي رب. والموحد لا يرى الا الرب. فهمت؟ فلو راى معه غيره انكر. فهمت كلام الشيخ؟ على الله تعيش. أصل خد بالك، الصبر يرد الأشياء إلى النفس، والتوحيد يرد الأشياء إلى الله. وهناك بون شاسع بين من يرد الأشياء إلى النفس ومن يرد الله إلى فاعله. فهمت؟ النفس غير فاعله. يعني الصبر حجاب، ونعم الحجاب هو، لأنه يوصلك إلى ما وراءك. فهمت ازاي؟ حجاب موصل مش حجاب حاجز. حجاب موصل. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تلبس النظارة، النظارة دي تعتبر حجاب، لكن بتعينك على الرؤية. مش كده برضو؟ من غيرها مش هتشوف. يعني انت اذا لبست منظار الصبر انتقلت منه الى مقام المحبة والرضا. فاذا لبست منظار المحبة والرضا انتقلت منها الى مقام التوحيد. فلا ترى الا هو. فهمت بقى؟ فلا بد انك، فهي حجاب. وعشان كده قالوا على نبينا ايه؟ الحجاب الاعظم. سماه في الصلاه المشيشيه ايه؟ قال واجعل الحجاب الاعظم حياه روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي.
مش كده؟ مش قايل كده سيد ابن مشيش في الحجاب الاعظم اللي هو النبي؟ لان النبي جاء يوصلك الى الله لا يحببك عن الله، ولو له ما وصلت. حجاب موصل للمحبه، والمحبه حجاب موصل للتوحيد. فهمت بقى المساله؟ وهو على ثلاث درجات. الصبر بقى على ثلاث درجات في مقامات الناس، ما الناس مقامات يعني. ناس في كي جي 1 وناس في ابتدائي وناس في الجامعه وناس اتخرجت وناس معاها شهادات عليا ودكتوراهات وهكذا، درجات الناس في العلوم وكذلك في الايمان. كذلك الناس درجات. الدرجه الاولى الصبر عن المعصيه بمطالعه الوعيد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اتقي المحارم تكن ايه؟ اعبد الناس. ده أول حاجة، ما أنت مش هتترقى إلا لما تتقي المحارم. هو ربنا هيجعل له ولي عاصي؟ ما ينفعش. لازم تتقي المحارم وتتوب عشان إيه؟ ترتقي في المقامات. فأول حاجة لازم إيه؟ تكف عن المعصية. يبقى الصبر عن المعصية. والدافع إيه؟ الدافع المبتدئ خايف من العقاب. لكن المنتهي مستحي من الله. فهمت؟ يبقى واحد خايف من النار والتاني خايف من الله. فرق بين من يخاف من العقوبة ومن يخاف من الله. فهمت؟ يعني حتى نفس الصبر درجات، يعني الصبر عن المعصية دي حاجة كويسة بس برضه درجات الناس فيها. يعني في واحد بيتقي المعصية خايف من النار، وخايف لحسن تجارته تبور، وخايف لحسن ربنا ينزع البركة من إيده، وخايف لحسن ربنا ينزع البركة من عياله، وخايف لحسن ربنا ينزع البركة مش عارف من إيه ومن إيه، خايف من العقوبة. يعني لو أمن العقوبة مش هيصبر؟ فاهم؟ لكن في واحد تاني يصبر هيأمن الله. يبقى الصبر عن عن المعصية خوفا من العقوبة صبر العبيد، والصبر حياء من الله صبر الأحرار. فعايز تبقى عبد رقيق ولا حر؟ فهمت بقى ازاي؟ العبيد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. العصا هي العقوبة. فهمت؟ ففي واحد يصبر عن المعصية خايف من العقوبة. جميل، حلو، بس كل جميل فيه أجمل. فهمت ازاي؟ في بقى صبر تاني أعلى منه. انك تصبر عن العقوبة عن المعصية حياء من الله. يعني لو لم يخلق نار حتى تستحي انك تعصي. فهمت ازاي؟ لو عارف ان ربنا هيعفو عنك برضه ما تعملهاش. شفت قد ايه؟ برضه ما تعملش المعصية. مع ان مثلا شوف اهل بدر النبي قال لهم ايه؟ ان الله اطلع على اهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عملوا معاصي بعدها عشان مقامهم عالي. مع ان النبي بشرهم قال لهم اعملوا ما شئتم ربنا غفر لكم وخلاص مؤدب. يبقى اهل بدر كان مقامهم عالي، مقام الاحرار، كانوا لا يعصون الله حياء من الله لا خوفا من العقوبه، وعشان كده مقامهم عالي اهل بدر. فهمت بقى المساله؟ لكن لو احنا كان النبي قال لنا كده كنا مشينا على حل شعرنا. ليه؟ لأننا جهلة. لأننا جهلة متسرعين. فهمت بقى؟ لكن أهل بدر أهل معارف. يبقى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد. يعني إيه بمطالعة الوعيد؟ يعني باستمرار تذكره في خاطري، باستمرار عارف إن ربنا هيعاقبك 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 هيعاقبك. فاكر 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 تقوم إيه؟ تمنع تبقى فاجر 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 فاجر. طول ما انت فاكر 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 يمنعك انك انت تبقى فاجر فاجر فاجر. فاهم؟ ادي معناه ايه؟ بمطالعه الوعيد. يعني باستمرار الوعيد على خاطره. فهمت ازاي؟ ابقاء على الايمان. لما بيعمل كده بيبقي على الايمان، لان الايمان يزيد وينقص. ينقص بالمعاصي، فهو عايز يبقي على الايمان، خايف يعصي عشان يحافظ على ايمانه، الاحسن يفلت منه، لان المعاصي بريد الكفر. فهمت؟
إبقاء على الإيمان يعني التصديق بالوعيد وحذرا من الحرام يعني حذرا من العقوبة. يعني الحرام يؤدي للعقوبة. وأحسن من دي وأحسن منها بقى الصبر عن المعصية حياء. يبقى الأول الصبر عن المعصية خوفا وفي الصبر عن المعصية حياء. فهمت بقى ازاي؟ لأن الحياء زي ما قلت لك ده مقام الإحسان. لكن الحذر مقام الإيمان. مش كده؟ والكف مقام الإسلام. فهمت بقى؟ فالنبي بيكلمك على المقامات كلها. يبقى الإسلام تكف والإيمان تحذر والإحسان تستحق. لأنك شايفه مراقبة تستحق حتى عصاب حتة مش شايفة فيها. فهمت؟ لمقام المراقبة اللي هو مقام الإحسان. فهمت بقى كلام الشيخ؟ الدرجة الثانية دي درجة أعلى بقى. الدرجة الثانية الصبر على الطاعة. يبقى هو كف عن المعصية وانغمس في الطاعات واستمر فيها. لأن النفس ملولة برضه. إيه ده كل يوم أصلي وكل يوم كل ما أسمع أذان أروح أصلي وكل ما يجي رمضان أصوم وكل ما أجي أنام أقوم أصلي بالليل وكل ما يجي لي فلوس لازم أتصدق. النفس بقى ملولة تمل. فهمت ازاي؟ كانوا بيدونا درس واحنا صغيرين الارنب الملول يقول لك كل يوم خص وجزر كل يوم خص وجزر. بيعبر لك عن النفس ان النفس ملوله تمل حتى النعمه. شوف قد ايه. فالارنب الغضبان ده كان النفس. فالنفس دي عامله زي الارنب تمل كل شيء. وعلى شكل كده لابد انك انت تقاوم الملل بالمداومه. احب الاعمال عند الله ايه؟ ادوامها. لانه يقاوم الملل. والانسان ملول ومن رحمته علم انك ملول فعددك عدد عليك انواع الطاعات عشان اما تزهق من طاعه تعمل طاعه ثانيه. لكن الملائكه ما بتملش. فتلاقي الملك من دون ربنا من يوم ما خلقه ليوم القيامه يقول سبحان الله بس ما يقولش غيرها. والثاني يقول الحمد لله بس ما يقولش غيرها. وده راكع ما يرفعش وده ساجد ما يقومش وده قائم لا يتحرك لان ما عندهمش الملل. لكن ربنا من رحمته خلقنا عندنا ملل وعدد علينا الطاعات كتيره قوي بحيث انك انت تزهق من طاعه تخش في طاعه ثانيه، زهقت من الطاعه دي ادخل في الطاعه الثانيه، في الرابعه، في الخامسه، المهم خليك في الطاعات. فهمت ازاي؟ كل ما تمل من طاعه ادخل في طاعه ثانيه. زهقت مثلا من القعده في الجامع قوم يا اخي زور مريض، عياده مريض يستغفر لك 70,000 ملك. وفي نفس الوقت برضه وانت بتزوره هتمشي في الشارع ايه؟ تروع عن نفسك شويه. فهمت ازاي؟ ويمكن تشرب عصير اصلا. ويمكن تقابل واحد صاحبك يجيب لك حاجه ساقعه. او تقابل واحد صاحبك تكلمه في اي موضوع تفرج عن نفسك شويه. يعني ايه؟ ربنا عدد ليك الطاعات عشان تنتقل من طاعه لطاعه. وفي وسط الطاعه دي وانت بتزور المريض يجي لك تليفون امك عايزاك. تروح لها بر والدين. فانتقلت من طاعه لطاعه ومن طاعه لطاعه. وفي اثناء وانت بتكلم امك الاذان اذن تقول لها عن اذنك هصلي العشاء. خلصت العشاء دخلنا في الوتر. خلصنا الوتر جت اذكار النوم. زهقنا من النوم قيام الليل قاعد بيعدل عليك الطاعات كل شويه كل شويه يعدل عليك الطاعات لانك ملول. هو عايزك طائع في كل حال. فمن رحمته لم يفرض عليك طاعه واحده بل عدل عليك الطاعات علشان تتنزه فيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما. أحب الأعمال عند الله إيه؟ أدومها وإنقل وبرعايتها إخلاصا. يبقى من حيث الفعل أداوم ومن حيث القلب أخلص. يبقى عبادة الجوارح المداومة وعبادة القلب الإخلاص وعدم الرياء وبتحسينها علما ومن حيث الأداء بمقتضى العلم الشرعي. تبقى زي ما النبي عمله. فهمت بقى ازاي؟ بتحسينها على مقتضى العلم. فهمت بقى ازاي؟ تحسينها. حطها سين صلحها. ودي النسخه دي على فكره عامله زي التوراه محرفه فيها تحريف وصلحها.
يبقى لابد انك تحافظ على الطاعات بالمداومه عليها من حيث العمل، وبالاخلاص من حيث النيه، وبالاحسان بالعلم من حيث طريقه الاداء. النبي يقول لك صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فهمت؟ زي ما النبي كان بيعمل تعمل الطاعه اللي يعملها النبي يعملها زي ما النبي كان بيعملها. فهمت؟ هذه معناها ايه؟ وتحسينها بالعلم. الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء. الصبر في البلاء يعني الصبر هنا على الأقدار بقى، يبقى انتقل بك من الشرع إلى الأقدار إلى القدر. ما هو الشرع عايز صبر على المناهي وعلى الإيه؟ الأوامر. وبعد كده يقابلك الأقدار بقى، البلايا اللي هتقابلك في السكة. الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء. يعني لما ربنا يبتلي المريض بمرض أو ألم يفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى ما يصيب المسلم بأي شيء فيه أذى إلا وربنا يمحو عنه خطايا ويرفعه درجات ويكرمه ويخليه يعني إيه يلجأ إليه. يعني طول ما أنت مبسوط هتقول يا رب، أول ما يوجعك تقول يا رب. يبقى البلاء ده أقصر طريق يوصلك لربك. فهمت؟ يبقى لما يجي البلاء يفتكر ان البلاء ده مش محنه، ده منحه. شوف محنه ومنحه حروفهم واحدين، واحده. انت هترتبهم حسب استقبالك ليك. فهمت؟ استقبلت البلاء بالجزع بقى محنه. استقبلته بالصبر والرضا بقى منحه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تاخد بالك. عجبا لامر المسلم، امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر وكان له جهل، وان اصابته سراء شكر وكان له جهل. فهمت بقى؟ يبقى الصبر في البلاء بملاحظه حسن الجزاء، ومش كده وبس، وانتظار روح الفرج. يقول لك انتظار الفرج عباده. انتظار الفرج ايه؟ عباده. روح الفرج يعني ايه؟ يعني راحه الفرج. الروح بمعنى الراحة. روح وريحان وجنة نعيم. يعني الجنة فيها راحة ما فيهاش عنان. فهمت؟ وروائح جميلة. روح وريحان وجنة وفيها تنعم كمان. وعشان كده كان يقول لك ايه؟ اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج. كلما اشتدت الأزمة اعرف انها هتنفرج. خلاص. لأن كده سنة الله في كونه كده. كلما اشتدت ظلمة الليل جاء الفجر. طلع النهار. فاهم؟ لا ليلة على طول ولا نهار على طول. ما هي كده. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج. مش كده برضه؟ يعني انتظار الفرج نفسه عبادة. وتهوين البلية بعد أيادي المنى. بعد أيادي المنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق. عندك كم سنة الوقت يا أستاذ؟ يقول له أنا عندي 40 سنة. طيب وأخبارك إيه؟ أنا بقى لي 5 سنين جالي السكر. وسنتين جالي الضغط. طيب قاعد انت فاكر البلايا وناس ان قاعد 40 سنه سليم، يا دوب 5 سنين بس تعيق فيهم. في طفل بينزل من بطن امه عنده سكر ويبقى طفل كده بيرضع وبياخد انسولين، والله شفناه موجودين. لكن انت ما جالكش يا اخي الا في سن ال 40 وقاعد تشتكي وتقول جاتنا نيلة حظنا لده. عد ايادي النعم، عد نعم الله عليك كتيره. ما يمكن ربنا بلاك بهذا المرض علشان تاخد ثواب الصبر عليه. فهمت ازاي؟ فلازم تعد ايادي النعم اللي اداها لك قبل كده. فتقوم تستحي. سيدنا ايوب لما مرض جاء وفقد اولاده، فقد ماله، فبيقولوا له ما تبع ربنا. قال لهم كم كانت سنين النعمه؟ قالوا 60 سنه. قالوا له طب وكم كانت سنين البلاء؟ قالوا له 5 سنين. قال والله استحي ربي ان انا ادعوه وكانت سنين النعمه اكثر من سنين ايه؟ البلاء.
شفت الصف؟ ادي بيعد ايادي النعم. بيعد ايادي النعم، تعد ايادي النعم كتيرة. والنقم قليلة معدودة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو قعدت تعد في نعم ربنا مش هتحصيها. فهمت؟ مش كده وبس، وتذكر سوالف النعم. يبقى ربنا أنعم عليك ومن عليك. أنعم عليك بعافية ومن عليك في العافية بالتوفيق. إنه دلك عليه. ما في ناس عندها عافية قد كده وكفار يا أخي. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لها. ما بيحبوش النبي ولا يعرفوا النبي ولا يحبوا القرآن ولا يعرفوا ربنا. وعايشين في نعم كتيرة. لكن مفيش منا، وربنا بيمن علينا بان بعث فينا رسول وعرفنا بالرسول وحببنا في الرسول. دي مش منا كبيره؟ يعني ابقى انا مريض ومسلم مش احسن ما ابقى معافى وكافر؟ ايهما احسن؟ يبقى تعد النعم وايادي المنن. فهمت بقى؟ فتاخد بالك من الحته دي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم ايه؟ رسولا منهم يتلو عليهم اياته. مين اللي عارف النعم دي؟ احنا بس المسلمين. احنا بس المسلمين. طب واحنا عددنا قد ايه بالنسبه للامم؟ يا ده احنا واحد في الالف. لان ربنا هيقول لسيدنا ادم يوم القيامه ابعث النار من ام من من اولادك. فيجيب له من كل الف 999 في النار، واحد في الجنة. فهمت ازاي؟ فاحمد ربك ان ربنا جعلك في جنة الإيمان وجنة المعارف وجنة المحبة علشان تبقى في الجنة في الآخرة. دي منة كبيرة أوي. وادالك ده كله من غير ما تسأله. خد بالك، ده ادالك الحاجات دي كلها ما سألتوش، فما بالك لو سألته؟ إذا كان اداك الحاجات الحلوة دي كلها وما سألتوش، فما بالك لو سألته؟ يديك أكتر. مش كده؟ ادعوني استجب لكم. فاهم؟ ادعوني استجب لكم. واحده قريبتنا من حوالي كام؟ 35 سنه القصه دي. شافت في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. انه موجود في الحته الفلانيه البعيده دي. فهي بقى ماشيه في زحام، ناس كتير ماشيه، كلها راحت تشوف النبي. بالرؤيا كده. فناس بقى ماشية مشلولة، اللي يجر انه اسمه مشلول، واللعمة قاعد بيحسس ومش شايف وعايز حد ياخد ايده، واخد بالك؟ واللي مش سامع، واللي يعني بيجري، واللي بيحجو، وناس كتيرة بقى، كل واحد بيمشي بطريقة شكل. فهمت ازاي؟ لحد هي ما وصلت لحد النبي، سلمت عليها وقعدت جنبه. هي من الأشراف يعني شريفة المسجد. فقعدت جنب النبي. فبتقول له يا رسول الله هو مش ربنا رحيم بينا؟ هي ست عميه بتكلم النبي بالعاميه بتاعتها. يا رسول الله هو مش ربنا رحيم بينا؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده بدر يعني رحيم. قالت له امال وانا جايه لك لقيت في الطريق اللي عاجز واللي مش لاقي ياكل واللي تعبان واللي عريان واللي بيحجو واللي متعور واللي بيتقلب. فين الرحمه دي بقى؟ فهمت ازاي؟ السؤال في الرؤيه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بص لها في الرؤيا كده وقال لها ايه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني الضر ده هو عين الرحمه، علشان لما بيضروا بيلجاوا اليه، ولما بيغنيهم ويستغنوا بيطغوا. يبقى الضر ده هو عين الرحمه. ورد عليها بالقران بالايه دي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. شفت الرؤيا الحق ده؟ وفي هذه الدرجات الثلاث نزلت درجات الصبر الثلاثة. يعني يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني في البلاء، وصابروا يعني عن المعصية، ورابطوا يعني على الطاعة. يبقى الصبر ثلاثة أنواع. فهمت بقى؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا. بعض الأولياء قالوها إيه في الرسالة القشيرية؟ قالوا اصبروا يعني
بنفوسكم على الطاعة، وصابروا أي بقلوبكم، وصابروا أي بقلوبكم على قضاء الله، ورابطوا يعني بأسراركم على الشوق إلى الله. فهمت بقى إزاي؟ ده كلام أهل المعارف يعني. يعني اصبروا بنفوسكم، وصابروا بقلوبكم، ورابطوا بأرواحكم وأشواقكم إلى الله، يعني بأسراركم. وأضعف الصبر، الصبر لله، أضعف الصبر اللي هو الصبر المبتدي خالص، بيصبر لله، يعني من أجل إيه؟ من أجل ثوابه. فهمت إزاي؟ الصبر لله ده من أجل الثواب، يعني ده أجير، أول ما ياخد ثوابه يمشي. يعني أنت تصور، أنت لما يبقى عندك واحد مأجره بيعمل لك وظيفة معينة، أول ما يخلص الوظيفة بتاعته وتديله الأجرة هيعمل إيه؟ هيسيبك ويمشي، ده الأجير. إنما المحب عايز يقعد معاك على طول، مش عايز ياخد أجرة، عايز يعيش معاك. فهمت؟ وعشان كده أثناء الصبر لله، لأنه طالما أخذ الثواب ذهب لنفسه وانغمس في ايه؟ في ملذاته. فده عشان كده ده ادنى حاجه. واضعف الصبر، الصبر لله يعني لثوابه، وهو صبر العامه العوام. عايز الجنه يا حبيبي؟ خد الجنه. فهمت ازاي؟ خلاص. وفوقه الأعلى منه بقى الصبر بالله. الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني بقوة الله. باء الاستعانة. ها؟ باء الاستعانة. الباء بالقوة، بالاستعانة بالقوة، يعني بقوته لا بنفسه. الأول صبر بنفسه لله. فشايف نفسه. وعشان كده أول ما ياخد ثوابه يديه لنفسه. أكل وشرب ويتمتع بقى وبتاع، يتمتع يا نفسي. فهمت؟ لأنه صبر بنفسه. لنفسه. فهمت ازاي؟ مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. يعني بعبدك وانا عيني على الجنه مش عليك. فانا لئيم، عبد لئيم. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، وبالرغم من كده كرمك يمنعك انك انت تعاملني بلؤم. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. وفوق الصبر بالله وهو صبر المريد، لأن المريد خرج من إرادته إلى إرادة الله، فتبرى من قوته إلى قوة الله فصار صابرا بالله. فهمت؟ ده المريد. وفوقهما الصبر على الله، يعني على حكمه وقضائه وقدره. الصبر على الله يعني على حكم الله. فهمت؟ وهو صبر السالكين، لأنك أنت وأنت سالك في طريقك إلى الله لابد أن يقدر عليك أخطار، فلابد أنك أنت تصبر على قدر الله في طريقك إلى الله. فهمت؟ طب وأسوأ الصبر إيه؟ الصبر عن الله. جاء شاب للإمام الشبلي، دخل عليه مرة فبيقول له ما هو أفضل الصبر؟ قال الصبر لله. لا. قال الصبر في الله. لا. بيقول له ما هو اقوى الصبر؟ اقوى الصبر. قال له الصبر لله. لا. قال له طب الصبر بالله؟ لا. قال له طب الصبر على الله؟ لا. قال له الصبر في الله؟ قال له لا. قال له امال ايه؟ قال له الصبر عن الله. فشهق شهقا كاد يموت، لأن أسوأ الصبر إنك تصبر عن الله وتصلي في معصيته. ده أسوأ الصبر، تصبر على المعصية كأنك صابر عن الله. فهمت إزاي؟ فالصبر عن الله هو أسوأ الصبر. والله تعالى أعلى وأعلم. خد بالك إن الصبر بقى إيه في القرآن؟ احنا بنقرا سوره الكهف، سوره السجده كل اللي فجر جمعه، يقول وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما ايه؟ يبقى الصبر، الصبر يؤديك ان تكون ايه؟ هاديا اماما. واجعلني للمتقين اماما.
يبقى الطريق للإمامة والهداية الصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيه؟ صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. شفت الصبر مهم إزاي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا على أعلى مقامات الصبر. آمين. وأن يرضى عنه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونشكركم أنكم صبرتوا.